اهلا بكم من جديد. هنبدا حلقتنا النهارده من محافظه دمياط، محافظه اللي كانت في يوم من الايام لا تنام زي ما قلت لحضراتكم، ورش في كل مكان، دكاكين ومعارض، واللي بيشيل واللي بيحمل واللي بيعمل حلويات واللي بيصنع احذيه واللي شغال في واحد من مصانع المنتجات السمكيه او منتجات الاسماك، بالاضافه للي شغال صياد واللي شغال فلاح. في يوم من الايام زي ما قال مبارك، دمياط كانت يابان مصر، ما كانش فيها عاطل عن العمل، ما كانش فيها واحد قاعد على قهوة، ما كانش فيها واحد بيفكر يسيب البلد ويطفش أو يهج، لأن الشغل حواليه في كل مكان. أهالي دمياط صنايعية الجدعان الشغيلة كانوا بيشتغلوا شغلانة واتنين، لأن الشغل كتير قوي، وكان بيجي الموظفين والعمال من المحافظات اللي جنب دمياط، من المنصورة ومن طنطا، عشان يشتغلوا ويسترزقوا في محافظة دمياط. زي ما قلت لحضرتك، واحد قرر يضرب مفك في دمياط، فكانت البداية بإفشال صناعة الموبيليا، قلعة الأساس في البلد، وقفل الورش وعمل لهم مدينة صناعية جديدة. وقبل كام يوم طلع وقال والله فشلنا في المدينة الصناعية وما كناش عاملين حسابها وعملناها من غير ما نسأل الصنايعية. النهاردة 70% من ورش دمياط قفلت، والبعض حول النشاط وبقى شغال في البقالة، والباقي إما سافر أو غير المهنة أو ساب دمياط وبيشتغل بره. إيه اللي فاضل لأهالي دمياط؟ فاضل لأهالي دمياط واحدة من قلاع الصناعة، واحد من أقدم المصانع اللي موجود على أرض البلد، تم إنشاؤه في عهد عبد الناصر في عزبة البرج، واحدة من أهم الأماكن اللي بتعمل في الصيد على مستوى البلد. أكبر أسطول بيصطاد من البحر المتوسط موجود في عزبة البرج محافظة دمياط، عشان كده عبد الناصر راح عمل لهم مصنع على مساحة 11,000 متر اسمه مصنع إدفينة للمعلبات أو لإنتاج الأسماك. تربينا كلنا على منتجات إدفينة، سمك، سلمون، والتونة، والمعلبات، صلصة، الفول المدمس، بالإضافة بقى للخل والعصاير والحاجات اللطيفة اللي احنا طول عمرنا بنشوفها. يوم من الأيام كان مصنع إدفينة ده بيشتغل فيه كل أهالي عزبة البرج بدمياط، نصهم شغال في الصيد والنص التاني شغال في التصنيع. كانت دمياط بتصدنا على السوق المحلي وبتصدر بنسبة 40% للخارج. دي خبر بيقول قهوة إدفينة أهم العلامات التجارية الغذائية والمشروبات بالبلد، ومنتجاتها في يوم من الأيام كانت بتغطي السوق المحلي وأسواق عالمية، لدرجة ان في الثمانينات كانت شركة أها وشركة إدفينة بيغطوا 90% من احتياجات السوق المحلي للأغذية المحفوظة والمشروبات والتونة والسلمون. ده قلعة او قلعتين من قلاع الصناعة. شركة أها تم تأسيسها سنة 1940، إدفينة 1960، ومن يومها سعادتك والدنيا شغالة زي الفل، كنا بنصدر بنسبة 40% من إنتاج الشركة، حد ما بدأ الخصخصة في عهد مبارك وبيع أصول الدولة ودخول المستثمرين. لكن فضلت أها وإدفينة، أو خلينا نتكلم شوية عن إدفينة، عصية عن الخصخصة، وحربت من أجل غذاء المواطن. أرخص سلمون، أرخص تونة، أرخص صلصة، أرخص معلبات، أرخص زيت، أرخص عصير بيطلع من شركة أها اللي كانت في يوم من شركة إدفينة اللي كانت في يوم من الأيام موجودة في كل بيت مصري. لحد ما جه وزير التموين في 2017 وقف قدام البرلمان عشان يقول لنا أها وإدفينة قبلة غذاء المصريين من الستينيات لحد النهاردة محتاجة تتعرض للبيع على القطاع الخاص. ومن ساعتها سعادتك، بعد ما كانت الشركات دي بتكسب وبتحقق أرباح وبتصدر والدنيا زي الفل، بدأت تتراجع للخلف مارش دور زي ما بيقولوا، أو للخلف دور. ليه؟ الحكومة قررت تبيع الشركات دي للقطاع الخاص، وعشان الحكومة تبيع الشركات للقطاع الخاص لازم يبقى في سر، يبقى في سبب. السبب كالعادة إن الشركات بتخسر، لدرجة إن في 2000 و تقريبا في 2018 كان طموح إدارة الشركة إنها تحقق مبيعات بنسبة 122 مليون جنيه، ده حسب ما قال رئيس الشركة
السيد عادل توفيق رحومه في 2018، ومع الاسف فشلت في 2018. فجه الرئيس الجديد في 2017، المفروض الدنيا بتتقدم فالانتاج بيزيد، لكن كان طموح اداره شركه ادفينا في 2019 انها تصل ل 110 مليون جنيه، بعد ما كانت عايزه توصل ل 122 في 2018، قال لك لا طب خلينا نوصل ل 110 مليون جنيه، وبدا الاهمال والفساد. عارف انت عندنا توأمه في البلد كده اسمها توأمه الاهمال والفساد. الحكومه لما تقرر تبيع شركه تصفي مصنع بتسيب على المصنع ده اهمال وفساد، فتبدا الشركه تخسر، تتراجع، العمال يشتكوا، الموردين والمصدرين والعملاء يهربوا. وده اللي حصل بالظبط، نفس السيناريو اللي حصل حديد وصلب حلوان، نفس اللي حصل كمان مع غزل ونسيج كفر الدوار، بيحصل النهارده في غزل ونسيج المحله، غزل بورسعيد، حصل مع شركه الشحن والتوريد في اسكندريه، بيحصل مع شركه اسكندريه لنقل الحاويات، القاهره للنقل البري، بيحصل مع طلخه للاسمده، حصل مع ابو قير للاسمده، بيحصل النهارده او بيحصل بقاله حوالي 15 سنه مع ادفين. فقال لك مصنع ادفينا يعاني من اهمال وفساد دوله العسكر في دمياط. مصنع اللي في يوم من الايام زي ما بقول لك كان بيغطي 90% من حاجه المصريين، بقى شكله عامل بالشكل ده، ده بسبب اهمال وفساد، بعد ما كان حلم عبد الناصر انه يغزو سوق المنتجات الجاهزه، النهارده المصنع ده شغال على سطر وبيسيب سطر. شغال بنسبة طاقة لا تتجاوز 17%، بعد ما كان شغال 100% النهارده شغال 17%. كان عندهم 3 مصانع، واحد في بورسعيد، واحد في اسكندرية، بالإضافة لمصنع دمياط. بتاع بورسعيد اتباع قبل 15 سنة، وبتاع اسكندرية النهارده عطلان عن العمل، والنهارده كمان بيقفلوا أو بيبيعوا بتاع دمياط في المزاد العلني. عمال ادفينا هم اللي فضحوا الفساد لما لقوا في حاجة غلط. بعد ما كنا في يوم من الايام الاول على مستوى الجمهوريه كنا بنصدر وبنحقق ارباح، مره واحده المكن ادم، مفيش صيانه، مفيش خطوط عمل جديد، مفيش تسويق، مفيش منتجات. عمال ادفينا بيهددوا من 2011 لحد النهارده بالاعتصامات لوجود مخالفات جسيمه واهمال وفساد بالشركه، ده كان في 2011. يمكن ده اللي خلى في 2015 يتم إحالة مدير شركة ادفينا للمحاكمة الاقتصادية بعد فساد وإهمال، وبعد اختلاس وصل حوالي 39,000 جنيه، ده الاختلاس بالإضافة لقرارات خاطئة كلفت الشركة ما يزيد عن 12 مليون جنيه خلال 4 سنين. النتيجة إيه بقى؟ نتيجة الحكومة قررت تدخل القطاع الخاص، وبعد كده قررت إن الشركة تخسر، فبدأ الصرح الضخم اللي بكلم حضرتك عنه بقاله 60 سنة من 1960 بدأ يتهاوى، بل يعني يتهد. قصة صرح قد يهوى أو يهوي ادفينا للأغذية من تصنيع التونة لتعليب الفول. عايز أقول لك حتة مهمة جدا، ليه عبد الناصر أو حكومة عبد الناصر في الوقت ده سنة 60 اختارت عزبة العرب أو عزبة البرج في دمياط؟ قال لك لأن عزبة البرج تمتلك أكبر أسطول لصيد البحري، كل سكان العزبة تقريبا شغالين في الصيد، ومعظمهم عندهم مراكب، وكلهم بيجيبوا السمك بتاعهم من البحر المتوسط. عبد الناصر قال هنعمل مصنع في الحتة دي عشان يخدم على الصيادين دول، فيطلع السمك الطازة من البحر يتعلب وينزل للشعب الغلبان الفقراء. ودايما كانوا بيقولوا منتجات ادفينا كلاس بي، اللي هو الدرجة التانية، اللي هي بتاعت الفقراء والغلابة ومتوسط الحال والفلاحين والموظفين وعامة الشعب. قوم النهاردة بعد فشل وإهمال وفساد لسنوات اتحول مصنع ادفينا بعد ما كان بينتج السلمون والتونة وبودرة السمك، انه النهاردة بيصنع فقط الفول المدمس. طب الفول المدمس ايه علاقته بدمياط؟ ايه علاقته بالصيادين اللي شغالين؟ ايه الخبره؟ غيروا النشاط، فقال لك من تصنيع التونه لتعليب الفول، ده واقع مصنع ادفينا. نيجي بقى للخسائر. 40 مليار جنيه فاتوره خسائر 150 شركه حكوميه خلال
10 سنوات اللي فاتت ادفينا لوحدها عندها خسائر 23,373,000 جنيه. 23,373,000 جنيه ده بفعل فعل. حدش عاقل ابدا يقول لك ان الشركه دي بالسوق الضخم ده بالعماله دي بالامكانيات دي بالانتاج ده بخطوط الانتاج اللي كان عددهم بيتجاوز 22 خط انتاج تخسر مره واحده ويبقى الحلم في 2018 122 مليون لكن في 2019 110 بس، دلوقتي بيسكروها ويقفلوها بالضبه والمفتاح. اعضاء اللجنه النقابيه في ادفينا استغاثوا بالحكومه، قالوا يا دوله يا حكومه يا بلد يا مجلس وزراء في حاجه غلط. القبضه للصناعات الغذائيه بتستغيث والنقابيين في ادفينا بيطلبوها بحل مشاكل الانتاج والمبيعات. الناس بيقولوا ما عندناش مشكله، لكن في حد بيقرر ان احنا ما ننتجش، حد كمان بيقرر ان الانتاج ما يتباعش، يترمى في المخازن لحد ما يبوظ او يخرج من الصلاحيه او يجرى له اي حاجه. استغاثات وصلت لحد استغاثات برئاسه الدوله ورئاسه الجمهوريه من مافيا. هنا بقى مربط الفرس، او زي ما بقول لكم مربط الحمار، مافيا الاستيراد من الخارج اللي بتستورد النهارده التونه من تركيا، تستورد التونه من ايطاليا ومن بعض الدول، هي اللي حاولت ايقاف مصنع ادفينا. استغاثه، مافيا الاستيراد تتحدى الصناعات الوطنيه وتهدد بتحويل ادفينا الى كهنه رغم عودته للحياه. معايا فيديو من داخل مصنع ادفينا، احد العمال فرحان وبيحتفل ان قبل كام سنه رجع المصنع تاني يشتغل وينتج علبه التونه بعد ما وقف 25 سنة. نتابع هذا الفيديو. أول مرة بننتج على تونة، تونة نوع غالي جدا اسمه ألباكور، بيحمل مرتبة في جودة اللحوم والأوميجا 3، رقم 2 على مستوى العالم اللي هي تونة الألباكور، رقم 1 اللي هي البلو تونة. بدأنا نعلبها في مصنع وشركة إدفينا عزبة البرج دمياط بطريقة أحسن من المستوردة وأفخم من المستوردة. لو أنا قدرت أنتج من 10,000 ل 20,000 علبة في اليوم وعملت خط إنتاج كامل، هقدر أشغل شباب. لو شغلت شباب أنا استفدت، وطاقة الشباب المعطلة اللي قاعدين ما بيشتغلوش أنا هفيدهم، الدولة هتستفيد إن هي هتوفر عملة صعبة من الكمية المعلبات اللي كل حاجة بنستوردها، وإحنا نقدر نعمل هنا ونسيطر على السوق وما نستوردش حاجة من بره خالص. دي كانت ادفينا وده كان الانتاج وكان الحلم والمستقبل والواقع اللي كان عايشه المواطن والعاملين. الحمد لله الحكومه قررت تتدخل، فخرج بيان رسمي عن الحكومه في 2021 وقال لك هندمج ما بين شركه ادفينا وشركه اها في شركه واحده، دمج ادفينا للاغذيه مع شركه اها في كيان واحد، وهيعملوا مصنع جديد هيضم الشركتين. مش بس كده، افرح يا مواطن بقى وزقطك، ده كان قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمج الشركتين على الرغم من المشاكل وتأخر المكن اللي موجود في الشركتين، وقال لك هنحط في الشركتين 1,600,000,000 جنيه، 1.6 مليار جنيه لتطوير أها وإدفينا بعد الدمج. ده كان كلام اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهنعمل لهم مصنع جديد على مساحة 184,000 متر ونعمل مجمع صناعي في مدينة السادات، وكلام زي الفل. طب الحمد لله، يعني كده الشركة مش هتتقفل؟ قال لك مش هتتقفل، الماركة هتفضل شغالة. هقدر بكرة أروح السوبر ماركت ألاقي تونة مكتوب عليها ادفينا مصنوعة في دمياط في عزبة البرج، هلاقي صلصة مربى، هلاقي أي حاجة من الحاجات دي. قالك لكن أهالي عزبة البرج، الناس اللي عايشين وشايفين بيقولوا كلام غير ده تماما. أهالي عزبة البرج واستياء أهالي عزبة البرج بعد طرح معدات مصنع ادفينا للبيع، وقالك إن مرة واحدة قررت الحكومة بيع أربع ماكينات، بيع الاول ماكينه توليد كهرباء بالديزل، اربع ماكينات قفل، اتنين مقص صفيح، خمس مكابس لتصنيع العبوات، سبع ماكينات تجهيز اسماك، اتنين مكبس لتصنيع الاغطيه، خمسه كومبروسر هواء بنسبه
31% من اجمالي المكن اللي موجود في المصنع. ناس وقتها اعتصموا داخل الشركه، كان في 2015، ولا حد سمع لهم وقال لهم لا اصبروا، ده احنا بنبيع القديم عشان نجيب لكم جديد، ده احنا هنديكم 1,600,000 جنيه. قوم بعد كده استغاثوا برئيس الحكومه السابق شريف اسماعيل وقتها، قالوا له الحقنا، حقنا الشركه بتتباع، الحراميه بينهبوها ويسرقوها، الحقنا، ادفينا هتروح زي ما راحت المصانع والقلاع الصناعيه. اوقفوا بيع خطوط انتاج مصنع ادفينا بعزبه البرج، وايضا ما حدش سمع ولا حد سال. الموضوع سكت من 2015 لحد النهارده، والشركه مش شغاله غير بخط انتاج واحد، بعد ما كانت شغاله بحاجه و30 خط، 32 خط لما اتعملت خط انتاج واحد بيعبي الفول المدمس. النهارده بقى تحت قبه البرلمان النائب ضياء الدين داوود طلع يطالب برحيل الحكومه بسبب شركه ادفينا. ضياء الدين داوود عن تصفيه ادفينا، بقاء الحكومه اصبح عبء على الشعب المصري، وقال مفيش عاقل في البلد، مفيش حد حر شريف قلبه على البلد ومستقبل الصناعه في البلد يصفي ادفينا عشان يبيعها في مزاد علني بالشكل ده. شركه اهل الاغذيه المحفوظه تعلن عن بيع بالمزاد العلني ده النهارده، ده عدد 5 خطوط بمصنع ادفينا عزبه البرج دمياط، عدد 2 خط انتاج علب صفيح سحب عميق واغطيه الماني وياباني، خط انتاج مركز جوافه وخط السمك، خط وحده مخلفات الاسماك تصنيع المسحوق والزيت. الجلسه يوم 17 اللي جاي، والمزاد عشان تخش المزاد المفروض تدفع قد ايه؟ 200,000 جنيه. ده اللي هو يعني كان انتاج المصنع في ساعه او ساعتين. ده كلام ضياء الدين داوود النهارده، واللي طالب الحكومة وصفها بالخيانة والفشل بسبب تعمد إفشال القطاع العام ومنهم شركة إدفين. حكاية فين عشان نختصر الكلام ده كله؟ الحكاية إن في مستثمر عربي أو بعض الاستثمارات الخارجية قررت تستحوذ على لقمة عيش الغلابة، وقال لك شركات الغذاء في مرمى الاستثمارات العربية، والكلام ده كان في جريدة العرب في مايو 2021، طرح أها وإدفينا على المستثمر الخليجي لأول مرة. حط الخبر تاني، لأول مرة منذ 80 سنة. المستثمر الخليجي واللي معاه فلوس بعد ما اشترى شركات الأسمنت، واشترى كمان شركات السماد، واشترى المستشفيات، النهاردة بيشتري قوت الغلابة، بيشتري لقمة عيش المصريين، بيشتري علبة المربى وعلبة الصلصة وإزازة العصير وعلبة التونة والسلمون اللي بيعيش عليها الفقراء لما ربنا يرد لهم انهم يشتروا معلبات. وقال لك تصفية شركة ادفينا وبيعها لمستثمر أجنبي. الكلام ده كان من 2020، والخبر ده على لسان أهالي ادفينا اللي شغالين في الشركة، لكن الحكومة ردت وقالت أبدا مش هنبيعه. والنهاردة مزاد علني، اللي يخش يشتري واللي معاه فلوس معاه 200,000 النهارده يقدر يشتري بعض خطوط الانتاج في شركه ادفينا. السؤال اللي بساله للحكومه، بساله للساده في البلد، اللي قبل كام يوم كانوا عاملين مؤتمر اقتصادي وقال لك احنا هنقدر وهنمشي الاقتصاد لقدام، ايه سر افشال كل حاجه شغاله؟ سؤال تاني بيحيرني، ليه دمياط بالذات؟ دمياط عامله لكم ايه؟ عايز افهم مين حاطط دمياط في دماغه؟ مين قرر مرة واحدة ان اهالي دمياط ما يشتغلوش في صناعة الاساس واقفل لهم الورش بتاعتهم بالضبة والمفتاح؟ مين قرر مرة واحدة يزود الضرائب على الصيادين ويمنعهم يصطادوا في البحر المتوسط؟ مين كمان قرر النهاردة انه يقفل مصنع ادفينا اللي شامخ بقاله 60 سنة، 60 سنة، ومرة واحدة بالضبة والمفتاح؟ دمياط عاملة لكم ايه؟ لو مش عايزين دمياط قولوا لنا. هل دمياط النهاردة بيسألوا احنا مين غضبان علينا؟ مين بيعاقبنا؟ انتوا بتعاقبونا ليه؟ بتعاقبونا يمكن عشان صوتنا في الانتخابات في اتجاه معين، او ادينا صوتنا كلنا لحد معين؟ يمكن بتعاقبونا عشان احنا ناجحين وانتوا مش عارفين تنجحوا؟ يمكن بتعاقبونا عشان احنا شغالين وانتوا عايزين تعطلوا؟ ده اسئله مشروعه جدا بيسالها اهالي دمياط للحكومه الحاليه.